السلام عليكم أولاد وبنات. اليوم حنعمل كيكة زاكية زاكية من الفانيلا. أول حنعمل الإيج وحنعمل الفانيلا. أول أنا وياها أنا وأختي حنعمل لا لا أنت عملي هاي لحالك. يلا هاي أول ابعدي هاي لحالك ونحمل هاي لحالي شوي شوي هاي زر هبي وي 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 يلا هسا حنحط هاي رياكي انت حطي هاي لحالك هسا هاي هسا حنحط هاي شوي شوي يلا كل هاي كل هاي كله هسا حنحط هاي بس مع الشوكة شوي يلا هسا مع الشوكة حطيها انا وياك عشان هي حتحط الزيت انا ححط الحليب اذا خلصت هنا هنا يلا هسا هسه حنعمل الفانيلا هسه نحط جوا هنا هسه هنحط فيها حطي شوي وانا بعدين خلاص انا بساعدك خلاص خلاص ماما can I lick it? ماما should I eat the vanilla? It tastes so yummy. Both of them taste so yummy. هسا حنحط الكيكة بالفرن أوفن اسمه بالإنجليزي. يلا. وبعدين إحنا هنأكلها. يلا. يلا. Now this is the final resort. Now let's open the cake. Let me help you.